ولذلك نصيحة يا إخوان، أي شيء تشوفه حتى لو شوفه بنفسك، والله يا إخوان أعرف واحد ما شاء الله صحته وعافيته وبطنه كبير وطقطق على بطنه، قالوا هالبلكونة كبيرة، أسبوع سال في المستشفى، أسبوع رابط في المستشفى. لأن يا شيخ عمر يحسد الإنسان نفسه ولا ما يحسد الإنسان نفسه؟ يحسد. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى في سورة الكهف: فلولا إذ دخلت جنتك قلت إيش؟ ما شاء الله. شوف حرمتك، قل ما شاء الله، ما تقول هوه أمورة. أمور أخوي اسمك هي أخوي في المحيط الهندي الله يجزاك خير. لأن الله علمنا ورسول صلى الله عليه وسلم علمنا، الرسول إيش علمنا؟ قال إذا رأى يوم اغتسل الرجل وصلى مع الجماعة وراح اللي فيه، قال للصحابة: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يسره فالإيش؟ يبرك. إيش معنى يبرك؟ قل ما شاء الله، ما شاء الله على قناة الوطن، ما شاء الله تبارك الله. وياما ياما والله واحد ركب مع واحد مشغل مكيف وكان الجو حار، درجة حرارة 46 طريق قصيم الرياض، وكان يأشر وركب مع واحد، يوم ركب له برد مرة كيف كامري بارد، في يوم ركب قال اوه مربعانية، والله يا اخوان مكيف قال تش طلع الدخان، قال اللي ركبه لا مركبه احسان فيه، قال اخوي انزل انزل ياك تمير مكيف لا تنقلب السيارة. وناس كانوا قاعدين والله يا اخوان مرة الهلال الاحمر السعودي، تعرفون الهلال الاحمر لمبات، والاثنين قاعدين وشوفهم بسيط ويجي النور الاحمر، فواحد منهم قال ايش الشماغ ذا الطاير، وانقلب الاسعاف. فهذا شيء حقائق قرانيه موجوده. والله واحد طالع في قناه السعوديه يوم الجمعه بعد المغرب وسالوه في القناه السعوديه قالوا كم عمرك يا ابو فلان، والان يمكن لو يشوفوني ناس في القصيم وديرتي بعنيزه بالذات يعرفونها، قال عمري 107. قلنا رجال نشيط شيخ، رجل معطيها الله قوه. قال المذيع وكل هالنشاط عمرك 107 يا ابو فلان وش تاكل؟ قال اكل عسل حضرمي، بعض ربعنا اكلوا عسل جاهم سهله حسبنا العسل يطول العمر. زين المهم طلع يوم الخميس يوم الجمعه بعد المغرب بالتلفزيون السعودي، يوم السبت العصر صلينا عليه تدري يا شيخ ايوه مثل ما قال الشيخ، ويدخل الجمل القدر والانسان القبر، لان شافه واحد على التلفزيون 107 والمذيع يتكلم وقاعد وراح فيها الرجال. فلذلك القضية جد خطيرة، قضية الحسد يا اخوان. قال صلى الله عليه وسلم: فمن حسد فلا ايش؟ يبغي. فمن حسد فلا يبغي. احمد الله، الله اعطى فلان وعطى فلان اعطى، مثل ما قال الشيخ، قال تعالى: نحن قسمنا بينكم ايش؟ بينهم معيشة. حشتهم الله قسم بينا، هذا كذا الله خلى هذا فلان كذا فلان كذا فلان كذا فلان كذا، وخصوصا اخواتنا النساء والعدد كبير من النساء. نصيحة يا اخواتي، نصيحة يا اخواتي، ونصيحة مشفق محب، وهذا الشيخ عمر يأكد على كلامي، إذا رحت العروس والمناسبات لا تظهرين كل جمالك، صح يا شيخ؟ لا تظهرين كل جمالك. أعرف أخت فاضلة الله يجعلها الفردوس الأعلى، قول آمين. أعطاها الله شعر إلى ما فرق ركبتها. وكانت مع صديقاتها ولافة الشعر بالبكلة يا شيخ، تعرفون البكلة ذي؟ لاف الشعر في البكلة، فصديقاتها قالوا قومي قومي فرصة قومي فكي شعرك قدام الحريم ارقصي، وهي مي راضية تقول لا ما ابغى. المهم مع الإلحاح وش صار لها؟ قامت مع الإلحاح، صديقاتها اللي في الكلية، اللي في الكلية في ثانية كلية، مع الإلحاح قامت يعني فرحوا، أول ما قامت فكت البكلة الشعر صار له انكب على ظهرها. الحاضرات ايش قالوا؟ على حسب الكلمات، واحدة قالت أخس الله يخلف على شعورنا الله يخلف على شعورنا، طبعا انا لا انا حالق عشان العمره زين. والله والذي رفع السماء بغير عمد، الصبح على المستشفى 5 أيام في المستشفى سرطان في الدماغ ماتت، الله يرحمها جبر الله سلعه، قول امين. تبوا يا اخواتي خصوصا النساء، اذا راحت العرس للاسف تظهر محاسنها ومفاتنها ولا هم ولا كانه شيء، ولا انا غلطان يا شيخ عمر؟ والله واحدة يا اخوان لابسه مظلط اخبرها قبل 10 سنين، قالت لي واحدة تقرب الوحدة وطبعا ارفعت ايدها وهي ترقص طلع ابيض، واحدة قالت ترنج، تعرفون الترنج؟ اذا قصيت ترنجه يطلع من جوا ابيض مره، والله قسم بالله 3 أيام على المقبر. بل اخوي الصغير اللي اسمه ناصر كما تقص لي، لانه الوقت خلاص تقريبا بقي دقيقتين، انا توأم مع اخو لي اسمه ناصر. الغريب يا شيخ عمر ولا يهون الاخوان، قول له انت ما عليكم زود، هو ابيض مره، ناصر ابيض وانا اسمر، فجينا سوا طبعا وتولدنا، اختي صارت تاخذ اخوي الابيضاني اسمر تطلع بالسوق وانا تخليني، فيسالونها اللي في الحاره وش ذا؟ قالت هذا اخوي ناصر، امي جابت اثنين، امي جابت ايش؟ اثنين، واحد اسمر سليمان وهذا الابيض انا اخذه، والاسمر في البيت. في يوم شافوه بعض الحريم الله يهديهم احنا استغربوا، الشكل يختلف. تقول لي الوالده دخلته اختك العصر وقعد يبكي الى الفجر،
إلى الفجر، الفجر سكت، الظهر صلينا عليه ومات. العين وإيش حق. فنصيحة لكل من حضر أو شاف الشاشة من خلف، سكت عليك واحد بالطريقة السادس حق الكويت، ما عندكم الطريقة السادس هنا وفي السابع الظهر، في الخامس، في الخامس والرابع، الرابع ما شاء الله. زين، سقط عليك راعي كامل ولا راعي بي ام دبليو، وش تقول يا شيخ عمر؟ اذا سقط عليه وهو مسرع سيارتي انا مثلا دس القمرتين، يلا تمشي 120 بالدف، يلا تمشي بك اب ونيت، صح يسمون لك اب، وهو ما شاء الله لكسس 2010، اذا سقط عليك اخوك المسلم وش تقول؟ رد يا اخوان، ما شاء الله، ما شاء الله، الله يوفق، الله يبارك له. مو بتقول ايه واحد يا اخوان راعي ديدسن بيك اب ماشي بسرعه 60 وسقط طلع لكسس 220، فراعي ديدسن فتح الباب نزل حسبه واقف. فقل ما شاء الله تبارك الله، انتهى الوقت، عود لسانك وقد دربت، واذا كنت ما تقدر درب نفسك اقعد قدام مرايه كل الصبح قبل لا تطلع، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.